Bismillahi walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan fursah. Taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum wa siyamana wa qiyamana. Wa wuffaqana jami'an listithmari hadhi shahri al-azim. Siyaman wa qiyaman wa dhikran wa tilawatan li'ayi al-Qur'an wa tasbihan wa ikhtaran min al-a'mali al-salihat. Ramadan fursa. Al-hayatu furas. Wal-insanu al-dhaki huwa al-lazhi yuhsinu istithmar al-furas. Qala al-imamu al-hasan al-basri rahimahullah. Ya ibn Adam, innama anta ayyam idha dhahaba yawmuk. ذهب بعضك فلنجتهد في استثمار هذا الشهر الكريم ولنقلل من دائرة الفرص الضائعة كم ضاعت منا فرص ندمنا عليها في دار الدنيا والندم يكون أشد في دار الآخرة لأن الإنسان يعيش حياة واحدة فقط فإذا أحسن استثمارها وحولها إلى مزرعة للأعمال الصالحات سيجني الثمرات في دار القرار حيث يقول ربنا عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نجتهد في استثمار هذا الشهر في الطاعات والقربات التي تقربنا إلى الله جل جلاله وفي الوقت نفسه نجتهد في أداء الأعمال الأخرى الصالحة التي تمثل العبادات الاجتماعية التي يتعدى نفعها إلى الغير هذا هو اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الله عز وجل خاطب الذين آمنوا فعل والفعل غير قار فهو مرتبط بزمن معين بحدث معين فقد يكون الإنسان مؤمنا في الماضي ولا يكون مؤمنا في الحاضر وقد لا يكون مؤمنا في المستقبل لذلك الله عز وجل ذكر الفعل في هذه الآية الآية 183 من سورة البقرة بصيغة الفعل وهي صيغة تشريف لكل من آمن يا أيها الذين آمنوا بالمناسبة إذا ذكر الله عز وجل الاسم فالاسم يكون في مقام الجزاء كما في سورة المؤمنون حيث يقول ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون ذكر الاسم وذكره في مقام الجزاء وربطه بالجزاء والجزاء هنا الفلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أما في الآية التي يقول في ربنا عز وجل في أمر الصيام يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب التشريف كتب عليكم الصيام كتب على المكلفين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نسأل الله أن يوفقنا لاستثمار هذا الشهر العظيم لاستثمار أيامه صياما ولياليه قياما آمين آمين والحمد لله رب العالمين.